تنفذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. حديث زائده هذا الحديث الطويل المفصل، هذا الحديث الذي ذكرته السيدة العظيمة زينب الكبرى لابن أخيها الإمام زين العابدين في اليوم 11 من المحرم في كربلاء. حديث طويل، مقطع من هذا الحديث. الحديث يروى عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عن عمته الطاهرة زينب الكبرى في اليوم 11 من المحرم في أرض كربلاء. مقطع من هذا الحديث كلام السيدة، مقطع من هذا الحديث كلام رسول الله، مقطع من هذا الحديث كلام جبرائيل، مقطع من هذا الحديث حديث قدسي كلام الله عز وجل. في مقطع من هذا الحديث، حديث مفصل، في مقطع من هذا الحديث جبرائيل ينقل ذلك لرسول الله، يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول ويكتبون الملائكة. جبرائيل يتحدث عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله وإليك بذلك. لماذا يأتون إلى كربلاء هؤلاء؟ يتقربون إلى الله عز وجل، يتقربون إليك متقربا إلى الله وإليك بذلك. يكتبون أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله. ختم، حبر هذا الختم ما هو؟ حبر عادي؟ لا. حبر هذا الختم ذهب؟ لا. حبر هذا الختم ما هو؟ نور عرش الله، هذا حبر هذا الختم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه. ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله. ماذا يكتبون؟ هذا الختم ما هو؟ ماذا مكتوبا عليه؟ هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء. وسام، علامة موجودة في وجوههم. فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار. ليس نورا ضئيلا، تغشى منه الأبصار، نور عظيم. يا هذا ميسم نور عرش الله، تغشى منه الأبصار، يدل عليهم ويعرفون به. كل شخص من بعيد، من كيلومترات، من آلاف الكيلومترات، لا أعلم وضع القيامة كيف، ولكن هذا النور واضح، هذا النور يخرج من هذا الشخص ويعرفون به. تبين هذا الشخص زائر الحسين عليه الصلاة والسلام. وكأن جبرائيل يقول لرسول الله وكأني بك يا محمد. بيني وبين ميكائيل وعلي أمامنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجها.
ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عدده، ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده. فلتؤخذ الضرائب وتقطع الكفوف، ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف، والله لن نبالي ما تصنع الحتوف، حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين، زحفنا من يوني حسين حسين، يا منايا هوني زحفنا مليوني حسين حسين، وكل صحفي وجه الطغاتي حسيني أنا حتى الممات، وكل صحفي وجه الطغاتي حسيني أنا حتى الممات.